أما هلأ زينب رح نروح لضيفنا المميز يلي إله حكاية 100 عام وعام بأبلودان، مكتوبين بحبر الجوز ومنقولة بين سنين هاي الروح المعمرة. معنا السيد حنا أسعد الخوري، العم أبو عماد. يسعد صباحك عم. يسعد صباحكم، شكرا كثير لكم. يسعد صباحك يا عم، وإن شاء الله هيك تضلك بخير وصحة يا رب. الله يوم يخليك. جايين نسمع حكاياتك مع بلودان، قضيت فيها كل أيام حياتك، بتعرف كل تفاصيل بلودان منذ القدم لهلا لهذا تغيرت الوقت، كثير تغيرت. احكي لنا كثير كيف كثير كانت وكيف تغيرت صارت بلودان. على أيامي أنا، وقت اللي وعيت عدلني مي بالبيوت ما في، هالنبعة اللي بوسط البلد ايه يملوا منها للبيوت تمام. يشربوا. هذا بأي وقت تقريبا بتعرف؟ هيدي بالعشرينات، أنا خلقان بالعشرين، سنة 1920. 1920، العمر كله ما شاء الله عليك. أهلين، يعني وعيت بال25 تقريبا صرت يعني. ايه كانت المي تروحوا تجيبوها من النبعة؟ بعدين طرقات زفت ما في، طرقات ضيقة كانت جبلية. ايه، وبيوت يعني كلها خشب، ما في بطون، ما في سمنتو، ما في شيء. ايه طيب، وكيف النسوان تيجي على هالعين تملي تاخد على البيوت تاخذ المي من العين مثل كل من القرى العين، ايه الموجودة؟ يملوا على البيوت من العين. تمام. كان جرات من عيطة فخار. يجينا فخار، يعبوا بالجرار الفخار ويحطوها بالبيوت ويشربوا مياه تبرد تضلها باردة. بالفخار. اي نعم. عم شو كان أحلى شي ببلودان؟ يعني هل جوا هو أحلى شي فيها؟ يعني أكلاتها؟ هواها وميتها، هلا ميتها كثير طيبة، فعلا أطيب من مية بلودان ما ما في. في. في شو السر عندك إنه طيبة مية أبو بلودان؟ زاد، عين حجير، عين البيضة، عين الدولة، عين المعلقة، كله مي. هاي بالمعلقة في واحد اجا لهون مرضان بمرض بعيد عنكم السل، ايه في كان عندنا دكتور يجي لهون على بلودان، هذا أجنبي، يقولوا له الدكتور مكنة، قام وصف له لهذا اللي مرض السل، هذا من بيت ملوك، هاي بيقولوا نصب ملوك، أو إجوا واشتروا هالأرض اللي هونيك لحتى ونصبوا فيها تين وعنب وهداك، سموه نصب ملوك، وعمروا بيت هونيك فيها وين خزان المي، عند خزان المي. قام وصف له إنه يطلع على معلقة هاي في نبعة وينصب شادر ويقعد فيها شهر، ياخذوا له هنيك اكل، ياخذوا له عنب، ياخذوا له بطيخ، ياخذوا له لحمه، يعني من لبن حليب، وفوق في رعيان معزي كتير يحلبوا معزي ويعطوه. بعد الشهر نزل ما في شيء، هذا حصل سبحان الله، من الطبيعة. من الطبيعة وهالميات النضاف. المي طيب، كأنك أطيب من مية البراد، حلو، مي مسحة، باردة. وفي عندك عين النسور فوق كمان ميتها كتير طيبة. حلو كتير. طب عم خبرنا، يعني هلأ بلودان مشهورة انه بالصيف هي مصيف، بالشتاء صعب، الشتاءها فيها تلج. تتذكر كيف كان، بما انه والله ما كان في خدمات السنة من زمان، كيف كنتوا انتوا تتعاملوا مع هي الطبيعة؟ كلنا نتعامل مع الطبيعة، يجي تلج كتير، هاي سنة 1929 إجا تلج يعني غطى البيوت، والبيوت تبقى واطي، أعلى بيت يعني كان سقفه 3 أمتار، ولما شانو كان برد وخوف يجي وحوش على الضيعة، يجي ضباع، يجي هاي يناموا بكير، زاز ما في، يعني مشان الشبابيك شباك ضيق، ويعملوا متر متر مترين تقريبا. وبالشتي شو يعملوا؟ يجيبوا خام، ترعين 3 خام، حطون بس مروع على هداك اللي يشوفوا الضوء ويمنع البرد عنهم. يفتح. وبالبيوت صوبيات ما في، يعملوا مدخنة
بقرنة البيت ويحطوا له يطبخوا عليها، وهداك يطلع دخان من المطخنة يطبخوا وياكلوا، وهداك ببيت واحد يطبخوا طنجرة ما في صحون، كل واحد معلقة وشوكة ما في، ما كان في كله من نفس يحطوا له ربيعة في فخار في إزاز، ما في يعني يا نحاس يا فخار، ياكلوا كل واحد قدامه من هال، بس يعني هي الأكلة كان كلها حب كل ومجامعة حب العيلة على وأكلات المحبة، يعني نظيفة، وأكلة طيبة ونظيفة. أكلة نظيفة طيب مشهورة منطقة مشهورة بلولان بالعنب بالخضار والفواكه، وبالتفاح بالفواكه مشهورة. كمان كان فيها خضار يطلع فيها رغم البرد، كانت تطلع فيها خضار. بالبرد هاي سنة 29 عم بحكي لكم عنها، قامت التلج بدون عندنا الاسطحة، الاسطحة تراب إذا ما انحدلت واندكلت تنزل مي على البيوت لجأت لحد تدلف، بقى يجرفوا قيموا التلج عندنا ويعدلوها، قد ما نزل تلج غطت البيوت، بدهم عندهم بقر عندهم معزي عندهم يملوا من العين ويجوا يسقوها بالبيت، ما فيها تطلع عشان مجرة المواشي من على العين صحيح. تشرب، يفتحوا لها الطريق. منقضعوا من الطحين صاروا يروحوا على ظهرهم الشباب، كل واحد ياخذ مد مد ونص على الزبداني يطحنوا ويجيبوا لحتى يخبزوا ياكلوا. سبحان الله كيف كانت الأيام. حتى تنانيح ما عاد حدا راح على النار يخبزوا على الصوب يا عشي ياكلوا. صار في هيك عندهم هيك تأقلم مع الطبيعة أو الوضع الجوي. سهل الزبداني تم 40 يوم لحتى بقع من التلج بين الأرض كله تغطى، ما في لا سيارات ولا في ما على وقت ال20 ما كان ما كان كان ايه، بإيديكم تجرفوا يمكن تم 40 يوم لحتى طلعت العالم من البيوت. ضل 40 يوم. طب خبرنا عن حكاياتك اليوم، عم تشوف انت معاصر اكثر من زمن واكثر من جيل، خبرنا شو تغير اليوم، كيف كان مثلا الوضع، هل تغيرت بلودان للاحسن للاحلى، كيف كانوا الناس يجوا من زمان، كان في سياح غيرت اجانب كثير، او كان في سياحة يجوا شوام بيت واحد يقعدوا يطبخوا وياكلوا ببيت واحد وعيشة بسيطة، بدهم يطلعوا في عنا نبع اسمها وديلية، هاي وديلية يجوا يقعدوا عليها أبو زاد، ما كان في قهوة، في يقعدوا على المرج مرجة يقعدوا عليها يعملوا سيارين. ويشربوا من هالماي ويقعدوا ياكلوا، يعملوا كوسة محشي، يعملوا هذا أكلات، يقعدوا ياكلوا على هالمرجة، كراسي ما في، يقعدوا على الأرض، كانت الأشياء البسيطة يمكن ميسان هي بتعطي تفاصيل سعادة. يمدوا مدة بالأرض يقعدوا عليها وياكلوا، هلا عم نرجع نشوفها فعلا يعني. يعني يعملوا تبولة، يعملوا أي أكلات، هذا أكلات السيران، بسيطة. هذا السيران السوري البسيط كانت مشهورة في عند مشهورة فيه السوريين. عندنا نحن بستان في نبعة مي، اللي يجوا يصيفوا عندنا ولا هداك يتعودوا عليها، يجوا يقولوا بدنا المفتاح البستان، تعال روح معنا افتح لنا البستان، لا يقعدوا على الأرض ويقعدوا ياكلوا وينبسطوا، ونبعة هيك مية تنظيفة حلوة، يعني كانت بتطلع إنش إنش مي عم يخر على، وعاملين له خزان بحرة ينبسطوا كتير فيها. عم بتحب بلودان أكثر بالصيف ولا بالشتي؟ والله بالصيف أحلى، بالصيف أحلى أحلى بكتير برود برودة لأنه ما فيها البرد، وما في شوب كمان، ما في وشوب خفيف يعني، شوب خفيف نروح على الحصيدة نحصد ونجيب على البيدر، يدرسوا هالقمع على البيدر بالمرج، ولا ذاك فدان بقر حطوا له نير برقابه مرج يشحطوا ويدرسوا القمح. طب عمو خبرنا، انت عاصرت ناس مثلا قلنا من كل الاجيال، الفرق بين الجيلين، بتحكي لاحفادك اليوم عن كيف كانت بلودان، كيف صارت بلودان هلا، كيف كانت العالم، كيف كانت مفتوحة مثلا على كيف كانت الاشياء البسيطة الموجودة كيف تغيرت؟ تغيرت كثير،
هلا حمامات ما يبقى فيه، بيقعد الصخر تلاقط مي ويقعدوا على يجيبوا لكنايك يقعد فيهم يصبوا واحد يتحمموا لواحد يتحمموا حمامات ما برد تعرفش. صيف شتاء الحمام بارد، هذا الله الحمام يعينه على انا بعرف الحمام. انه بكل قرية يعني ما كان في كتير بيوت وتوسع سكاني، هلأ صار في توسع سكاني يعني كبير. وين العين؟ هي عداي العين هي الضيعة، كانت الضيعة على أيامي أنا أول ما وعيت 1500 نسمة، 1500 هلأ قد ما بنعرف. هلا بتطلع شي 5 6000 نسمة. اه حلو. وكان في يعني فينا نقول مثلا من برات البلد، من برات البلدة ناس تعيش فيها لبلدان هل يجي على يجوا البلد؟ يعيشوا وقت طويل، ولا فقط كانت مقتصرة على أهالي كثير المنطقة يجوا لهم على البلد ما يعودوا يروحوا، يتعلقوا فيها. يتعلقوا فيها، ويمكن بالودان بيقولوا سبحان الله فيها رزق، هي يعني بتجيب الرزق للناس يلي بيقعدوا فيها. في يجي واحد لعنا عمل قهوة صغيرة، دار هيك فيها شجرتين جوز، حط فيها كراسي وعلى التراب يرشها بالمي ويحضر له هداك ويحط له كراسي، شو ينبسطوا كتير فيها بالقهوة، يعملوا لنا قهوة وشاي. يعني كانت يمكن بسيطة زينب، أكيد ما هالمطاعم الفخمة أكيد، يمكن. بس هلأ يمكن نحن مبسوطين إنه صار في كتير من المصايف والمطاعم ببلودان يا عم. هلأ يمكن أنت عايشت بين زمنين من 1920، نحن هلأ هلأ وين بتروحي؟ ب 2021، يعني قهوة وشاي، حكاية لحالك يجي يا لعند عم. الزبون قداك شو بتريد تشرب؟ قهوة شاي بارد، يعني الطيبة بعدها موجودة يعني عم، فرقت كتير كتير. أكيد الطيبة بعدها موجودة. نحن بنتشكرك كتير، إن شاء الله هيك طول العمر والصحة يا رب، وتضل هيك عم تغني كل هالأجيال بحكاياتك عن بلودان وعن الطيبة اللي هي أساس كل الناس بسوريا. شكرا لك. عفوا.